وللمزيد معنا من مدينة العالمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد، بعد التحية، حدثنا عن هذا التطور الذي شهده الساحل الغربي وتأثيره على النهضة التنموية والعمرانية في مدينة العالمين الجديدة. نعم، ما حدث في مدينة العالمين الجديدة منذ بدء انطلاق التنمية في 2017 يؤكد بالفعل أننا أمام ثورة حقيقية في جميع المجالات، سواء كانت في مجال الإسكان أو في مجال الطرق أو الصحة أو التعليم أو غيرها. يمكن مجال الإسكان هو واحد من أهم القطاعات التي كان له نصيب كبير من أعمال التطوير. نتحدث عن العديد من المشاريع التنموية الخاصة بالإسكان في مدينة العالمين الجديدة، نتحدث عن الأبراج الشاطئية المطلة على البحر مباشرة، والتي يعني تتسع إلى أكثر من 6000 وحدة، تتنوع ما بين الوحدات السكنية والوحدات الفندقية والوحدات الإدارية. هذا فيما يخص الأبراج الشاطئية المطلة على البحر مباشرة. أما فيما يخص الإسكان الاجتماعي، فيعني وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية قامت يعني طفرة تنموية معمارية حقيقية، يعني من خلال تنفيذ العديد من المشروعات داخل مدينة العالمين الجديدة. نتحدث عن يعني الإسكان المتميز والإسكان الاجتماعي والإسكان الخاص بالكومباوندات والفلل والإسكان الفاخر. كل هذه التنوع أو كل هذا التنوع في مجال الإسكان يلبي جميع طلبات المواطنين وتلبية لجميع شرائح المجتمع داخل مدينة العالمين. هذا فيما يخص يعني الإسكان. أيضا فيما يخص البنية التحتية ومشروعات الطاقة والكهرباء وتحلية المياه، نتحدث عن محطة تحلية مياه العالمين التي تنتج 150 ألف متر مكعب يوميا، تصلح للاستخدام الآدمي وتكفي إلى مليون مواطن يوميا. يمكن برضو أيضا مشروعات الكهرباء، نتحدث عن يعني محطة كهرباء العالمين التي تم تدعيمها بشكل كبير، ومحطة الحمراء، وإنشاء محطة أخرى داخل مدينة العالمين الجديدة لتلبي جميع يعني الراغبات والراغبين في إنشاء المدن السياحية، وتقوم بتغذية المدن السياحية والقرى والفنادق والمدن الفندقية والمجتمعات الإسكانية بالكهرباء، خاصة أن هناك جزء يعني مخصص للمشروعات الطارئة. أيضا موضوع أو ملف التعليم هو كان له نصيب كبير أيضا من ملف التطوير. نتحدث عن خمس جامعات يعني مهمة داخل مدينة العالمين الجديدة، وهي يعني جامعة العالمين المتطورة والتي تحتوي على 7 كليات، وأيضا فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكلية للسياحة والفنادق مع توأمة مع إحدى الجامعات السويسرية. يمكن يعني منذ قليل كان لنا لقاء أيضا مع جزء هام في مدينة العالمين الجديدة، وهو جزء العمالة. يعني نتحدث عن أكثر من 65 ألف عامل يعملون في مدينة العالمين الجديدة. تحدثنا معهم وأكدوا أن المدينة وفرت فرص عمل كبيرة للعديد من المصريين من جميع المحافظات، من أسوان وسوهاج والوجه البحري والإسكندرية. يعني ضمتهم فعلا يعني مدينة العالمين الجديدة، وفتحت بيوت ل يعني عمالة جديدة في مدينة العالمين، من خلال طبعا المعمار والثورة الإنشائية الموجودة والتطور الحضاري الموجود داخل مدينة العالمين. يمكن هذا بشكل يعني سريع ما شهدته مدينة العالمين من تطور. يمكن الإضافة الأخيرة وهي شبكات الطرق. يعني لا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية في أي مدينة إلا بوجود يعني شبكات طرق كبيرة، وهذا ما نشهده من مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة يعني شبكات طرق في منتهى يعني روعة التصميم وسلامة التصميم للمسافرين عليها، والكباري المعلقة الممتدة لمدينة العالمين إلى مرسى مطروح. هذا التطور الهائل الذي حدث في وقت قصير في مدينة العالمين الجديدة. شكرا جزيلا لك، كل شكر محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة.